الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن أمام المتجر نتاع السي محمد العبساوي، المكان ديالو قرب حمام الحبوس أو قرب فران حمام الحبوس، نعم في وجدة. إذا متجر خاص بمقتنيات كل ما يخص الطيور وبعض الحيوانات الأخرى. غادي نعرضوا إن شاء الله المحتويات نتاع المتجر، طيور بيريش، كناريات، طيور الفيشر، كلها الحمد لله في صحة جيدة. نعرضوا الآن المحتويات نتاع المتجر، بعد محتويات المتجر. إذا مأكولات، معلبات، أقفاص، أكسسوارات، أدوية، حبوب، شركات مختلفة وأنواع مختلفة تاع الحبوب، الكل متوفر الحمد لله في المحل. اللي بغى شي حاجة عند السي عبساوي مرحبا. عرض بعض المحتويات. الله يبارك فيك السي زكي اخويا، مرحبا السي زكي، يا ربي امين. اذا السي زكي تقدر تحدثوا لنا شويه على المحتويات نتاع المتجر؟ كاين هذا هو الجديد اللي كاين، الجديد منتجات تاع شركه كويكو مختلفه، وفيتامينات وادويه. السي زكي فيتامينات، وكاين الباتي وكاين كالسيوم. الادويه كان باتي وكان كالسيوم، الفيتامينات تاع البيض بحال فيتامين بي تاع التكسير، الفيتامين تاع الجهيز، كاين الميد في عاوتاني اللي كاين دار مور الادويه تاع الفطريات والكونديدا، كاين هاد. اذا بالتسخير ان شاء الله بحول الله الامور موجوده، كاين المصارفه، كاين المعامله، الاخوان الناس ثقه، هذا الشيء اللي كنا نعرفوا عليهم ان شاء الله بحول الله. وموجودة الاكسسوار تاع حيوانات اخرى، كلاب وقطط، وما بعد عرض بعض المحتويات المتجر، اكسسوارات. سي عبساوي، مرحبا. سي عبساوي، رجل طيب. مرحبا سي ممول النادي، ممول النادي الوجدي للطيور منعقدة المنطقة. المهم اللي بغى شي حاجة مرحبا سي محمد عبساوي. يلا فرجة ممتعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.